لكن البنت في بيت أهلها لسه تحت سيطرة ولاية أبوها وأمها، ولاية أهلها. فبالتالي الولاية الكاملة على البنت هنا لمين؟ لأهلها، لأهلها مش بالزبط. لزوجها. عكس بعد الزواج الولاية تنتقل للزوج وليس للأهل. فهنا تدخل الولد في شؤون البنت في فترة الخطوبة ده أمر مرفوض. محاولة السيطرة على البنت في فترة خطوبة أمر مرفوض، ما ينفعش. الخطوبة مش قايمة على الأمر والطاعة، ودي نقطة مهمة جدا. الخطوبة إيه؟ مش قايمة على الأمر والطاعة، يعني مش الولد لسه. مش الولد هيأمر والبنت أنافذ. يجب عليها تنفذ، لا. البنت تخضع لوليها، لأبوها بقى، لأمها، لأخوها، إلى آخره، فترة الخطوبة. لكن أنت كخاطب ليس لك عليها إلا النصح فقط. وفي الحالة دي البنت واجب عليها أن هي تقبل النصيحة طالما النصيحة دي في مصلحتها ومصلحة دينها. صح. يعني مثلا قصة الـ 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 الولد عايز البنت تعمل حاجة معينة وهي مش عايزة تعملها، هي ما تلبسيش حرة. مثلا بالطريقة هي دي حرة. لو هي بتعمل حاجة غلط وهو بينصحها نصيحة فعلا كويسة لله سبحانه وتعالى، يبقى في الحالة دي واجب عليها أن هي تقبل النصيحة باعتبار ان دي نصيحه بتنفعها، زي ما اي حد غريب هينصح تقبل النصيحه، لان الدين بتاعنا زي ما سيدنا النبي قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه. بالزبط. فلو الولد بينصح البنت نصيحه لمصلحتها في فتره الخطوبه فهي بتقبلها بصدر رحب، ما فيش اي مشكله. جميل. لكن هو شايف حاجه من وجهه نظره هو وعايزها تنفذها، وهي شايفه ان الحاجه دي ما تنفعش معاها، لها الحق الكامل، ما ينفعش انك انت ترغمها على كده. ما ينفعش ان انا في فتره الخطوبه شايف نفسي مثلا يعني افضل من البنت من الناحيه الفكريه او من الناحيه العقليه او من ناحيه او من ناحيه الخبره، واحسسها دايما ان انا اللي بفهم اكتر منها او ان انا الافضل منها وان هي خبرتها قليله وبالتالي لازم تسمع كلامي. لا. لازم احترم ارادتها، احترم رايها، اخد سنها بإيديها. كمان تمام. ما ينفعش ان انا احاول اسيطر عليها في فتره الخطوبه. صح. لان باختصار شديد لا قدر الله ممكن يتم الفسخ في أي وقت. بالزبط. في فترة الخطوبة البنت تخضع لوليها وليس للخطيب. البنت الولاية الكاملة عليها في فترة الخطوبة لأبوها والأهلها وليست للخاطب. الخطوبة ليست قائمة على الأمر والطاعة، إنما الخطوبة قائمة على التآلف والتوافق والتناغم بين الطرفين. فكل واحد بيحاول يقرب وجهات النظر بينه وبين الشخص الثاني، كل واحد بيحاول يتنازل عن بعض الأمور عنده عشان الشخص الثاني، لكن محاولة السيطرة على البنت والتحكم في البنت والتدخل في كل تفاصيل حياتها والتدخل في كل شؤونها ده أمر ما ينفعش.